وسهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج تقدر عندنا. النهارده انا بحتفل بمولد النبي، مولد النبي ان شاء الله يوم الخميس الجاي. قلت احتفل بيه النهارده ونعمل وصفات عشان الناس اللي عايزه تلحق تحضر واللي عندهم عزومه، وكمان الطلب مني اعمل حلاوه المولد. انا بصراحه كغدا ما بحبش اعملها، بس انا النهارده هعمل لكم سمسميه، ولو في وقت هعمل لكم كمان فوليه. خلاص، بس انا بصراحه بحب جدا اجيبها واكلها، يعني اشتريها واكلها او حد يبقى عاملها لي. طيب هنعمل ايه النهارده بقى بمناسبه مولد النبي؟ كل سنه وانتم طيبين، ان شاء الله كده يبقى يوم سعيد علينا ويبقى عيد حلو وربنا كده يستجيب لدعواتنا ونصلي صلاه حلوه كده اليوم ده. عندنا النهارده رز معمر بالبط، دي من اكتر الحاجات اللي بحس ان انا بحب اكلها قوي في اليوم ده. رز معمر بالبط وعاملينه بطريقه جميله جدا، عاملاه كده زي شبيه شويه بالفته، ان شاء الله يعجبكم. عندنا كمان ملوخيه مع الرز المعمر، عامله كده فته ملوخيه بالرز المعمر والبط، ان شاء الله هيعجبكم قوي قوي. عندنا كمان السمسميه زي ما قلت، والفوليه ان شاء الله ان انا الحق اعملهم. وكمان ما تنسوش تستنونا الجمعه والسبت الجايين في زيت بارك ان شاء الله، وعايزاكم تكلموا رقم التليفون 16826 عشان تلحقوا ان انتوا تاخدوا التيكتس، عشان هي خلاص قربت تخلص. وكمان تدخلوا على موقع كايروبايز.com. عايزاكم اشوفكم ان شاء الله الجمعه والسبت، هنعمل مسابقات، عندنا هدايا حلوه كتير، هنتصور مع بعض ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله، يبقى يومين احلى من بعض. خلاص، طيب نبدا بقى مع بعض النهارده كده. انا جايبه الطاسه اهي عشان البط، والووك دي ممكن استخدمها بدل الحله عشان تعرفوا تشوفوا كويس. اول حاجه بس قبل ما ابتدي هجيب كده حبه ملح، انا غسلها كويس بس يعني ايه وانا معاكم كده، حبه ملح مع عصير ليمون. وميه فتره عشان ايه البطه كده ايه تبقى حلوه وفله كده. خلاص ماشي. طيب عايز الكرفس بس عشان ادعكها كويس واشطفها. عندنا بقى رز المعمر عباره عن ايه بقى؟ رز مصري طبعا طبعا، وعلى فكره ممكن تعملوه بالرز بتاع الروزاتو اللي هو الايطالي، فشوفوا ممكن يتعمل بده وممكن يتعمل بده. عندنا وراك بط مسلوقه ومخليه جايه دلوقتي حالا على طول. عندنا صدور بط، عندنا كمان زبده ولبن وقشطه وسمن بلدي وكريمه وملح وفلفل، وممكن كمان هحط جوز الطيب لو تجيبوا لي جوز الطيب كده ماشي. وهعمل معاها ملوخيه، جايبه ملوخيه وتوم وكزبره وسمنه بلدي وطماطم ومرقه البط. عندنا النهارده يعني الاكل كله دسم دسم دسم، سعرات حراريه عاليه، خلوا بالكم بس من الحوار ده. خلاص يعني ركز في الحته اللي قلتها دي، بس مش مهم، المهم ناكل ونتبسط. يعني ساعات كده الواحد بيحب ياكل ويتبسط، مش لازم كل يوم كده ايه نكون مركزين قوي في الاكل اللي بناكله، ممكن يوم او يومين في الشهر، مش هقول في الاسبوع، ناكل اكل في شويه كده ايه غلطات. اهو البط، بصوا انا بموت في صدور البط، بصوا اللون كمان، اللون ده يقول ان البطه دي هايله يعني، بصوا فريش جدا. اهو اخر شطفة معايا ليمون، هعمله كده هدعكه كويس قوي كده، تعمله كده وممكن دقيق كمان، هي اتعملت اوريدي بالدقيق فدي ايه خلاص. شايفين كم مرة؟
عشان تتصفى. قبل ما احطها ايه على النار، هحضر النار معلقه زيت بس عشان تتشوح كويس، بعدين احط السمنه والزبده، ممكن السمنه بس كمان. طيب عقبال ما البطه تتصفى هجيب الوك، هشوح الرز، عايزه اشوحه كويس قوي مع السمنه البلدي. خلاص هجيب ووك، احط فيه معلقه سمنه بلدي، يلا هحط معلقه سمنه بلدي، فلفل اسود، ملح، واحضر الرز. خلاص. طيب والبطه كده اهو هتكش دلوقتي، مفيش مشكله، ونخلي بالنا انها تبقى نظيفه وما فيهاش شعر خالص من الريش. ماشي، بنشيله بالملقط عشان بس الشعر ده بيزفر المرقه والاكله، يعني دي حاجه برضو مهمه جدا جدا. انا شخصيا ما بعرفش اعملها عشان بس ابقى حقانيه، ببقى متضايقه. يعني ممكن لما تشتروا تبقوا متاكدين ان هو ينضفها لكم كويس قوي قوي، عشان بس مش اي حد بيقدر يعمل المرحله دي. يلا كده اوكي اهو، ملح وفلفل اسود، نقلب كويس قوي. اكون محضره وعايزه كمان احضر الملوخيه بالمره عشان كله يبقى على السوا قبل ايه ما اطلع. ظبط الوك، هحضر الملوخيه عشان لما نرجع من الفاصل اجهزها على طول. عاملين النهارده انا مسميها فته، عارفين ليه؟ الفته دايما لما بيبقوا حاجتين على بعض، يعني رز، فانا النهارده عامله ملوخيه بالبط والرز المعمر. حتى الرز يعني هوريكم بس طاجنين كده صغيرين يدخلوا الفرن، بس الباقي هيبقى بره عادي. طيب هحط المرقة الحلوة دي الدسمة بتاعت البط، اتفضلوا كده اهو، هحط الملوخية اهو، خلاص واسيبها المرقة سخنة، هحط عليها الملوخية واضربها كده بالويسك. خلاص، لما نطلع فاصل بقى هرجع احضر الكزبره والثوم، وهنا الوراك ايه انا مفصصاه. تمام، نطلع فاصل نرجع تاني، خليكم معايا. رجعنا تاني بعد الفاصل. بصوا بقى هجيب الثوم، الثوم ده للملوخيه، الرز اهو بصوا بيتحمر، هحط له دلوقتي حالا المرقه بس ايه ثواني كمان. البطه اهي، ماشي اهي، بصوا
نجيب فص كمان توم، فص كمان. اوكي طيب اهرسه وبعدين ايه جامد قوي المره دي. بصوا هحط بس كده المرقه بس هنا. اكتر حاجه بتخلي الرز المعمر حلو سواء عاملينه بالحمام او بالفراخ او بالبط لما نشوح كويس قوي، واول حاجه نسقطها على الرز هو المرقه بتاعت الفراخ او الحمام او البط. الرز بيشرب وبنحس ان احنا واحنا بناكله بناكل طعم البط معاه. خلاص اهو هحط بقى مكعبين من يعني دي اختيارية وايه وعلى نار هادية. اول ما المرقة احسها انها ابتدت كده هحط اللبن، حط بس كده ايه فص واحد كده من الثوم. طب كده الثوم بقى جاهز، احط اللبن، سمنه، ملح وفلفل، مكعبات مرقه، فص ثوم، مرقه البط، اللبن، نقلب وهدوقه. اول ما احس ان طعمه تمام هبتدي ايه معانا الحاجة بدر رشة جوزة الطيب مهمة جدا في الرز المعمر. اهلا ازيك يا حاجة بدر، عاملة ايه؟ حبيبتي انت عاملة ايه؟ حبيبة قلبي كل سنة وانت طيبة. وانت طيبة يا حبيبتي، انت احسن حال ومنولك ربنا اللي انت عايزاه. يا حبيبتي ربنا يخليكي تسلمي لي يا رب. أنا تسلمي لي بيتي خلاص يا حبيبتي، بس تسلمي. بس لسه بقى بيجيني حد يدربني على المسرح. نورتي بيتك. تسلمي يا حبيبتي، تسلمي ان شاء الله كده قريب قوي تبقي خلاص اتعافيتي وبقيتي تمام واحسن الحمد لله. اه الحمد لله وشلت الاخطار النهارده. الحمد لله يا حبيبتي، الحمد لله يا رب. قولي لي متعوده دايما في مولد النبي على طقوس معينه ولا لا بس الحلاوه وخلاص؟ لا طبعا بجيب حاجات ثانيه. اه لا يعني بتتغدوا ايه اليوم ده؟ طبعا بعمل اكل بس مش اكل معين. اه يعني رقاق اكل معين لازم في اليوم ده ولا عادي؟ اه لا مثلا فراخ، رقاق، مكرونه، حاجات من دي. اه حاجات من دي. كل سنه طيبه يا حبيبه قلبي، كل سنه طيبه يا حبيبتي، احسن حاجه. ربنا يخليكي، تسلمي لي، تسلمي لي يا حبيبتي، تسلمي لي. ماشي يا حبيبتي، مع السلامه. ما شافتش البوسه. الله الله الله، ومظبوط ظابطه يعني. لا مش محتاجه ولا ملح ولا حاجه، مظبوط قوي. طب يلا بينا بقى. اهم حاجه واحنا جايين نحطه، بصوا هحط كبشتين رز صغيرين
كده بس، شايفين عامل ازاي؟ الباقي بقى مرقه. وهنا في ايه؟ ده الشربات، ده الجلوكوز بتاع ال بس النار كانت عاليه. ده الجلوكوز بتاع السمسميه، انا عاملاه عشان خاطركم، انا بقول لكم اهو من دلوقتي، لكن انا لو عليا احلى حاجه اروح اشتريها كده واكلها او حد يعملها لي صراحه. كريمه والقشطه، وما ننساش البط كمان اهو. اتفرجوا وانا بحط، بصوا يا سلام يا سلام. وفي حته هتتحط كده ايه فوق الوش. لا ده عايز يتفصص اكتر من كده. طيب نعمل الحركة دي برضو تاني عشان نخلي الباقي يبقى جاهز كده. الكبشة التانية اهو، حبة مرقة، عايزة اوريهولكوا. كريمة، كل ده الرز هينفش فهيشربه، عشان كده الرز المعمر لازم يبقى فلافي كده وجوسي قوي. لبن خلاص، وفاضل ايه؟ القشطة. وهفصص ال انا بس ال هفصص البطة. نجيب بس فاضل ايه هنا؟ البط اهو، هفصص البط واحطه في الفرن. قبل ما يستوي بحاجة بسيطة قوي بدهن عليه معلقة قشطة، بس ادهن عليه بس لما الرز بس ايه يبتدي يستوي، بيبقى دسم بس طعمه حلو قوي. بس عايزة اقول لكم على حاجة، الرز المعمر بالذات لو دسم قوي قوي مش بنبقى مستمتعين واحنا بناكله، وبنتعب شويه بعد الاكل، فعشان كده اعملوه بس بلاش الدسامه قوي. خلاص، طيب هجيب كده واحده اهي، يعني بصوا انا حاسه اهو ممكن اشيل دي ابقى احطها ايه على الوش. هجيب البطه الوراك، بصوا هنسلها كده بالطريقه دي. ايه الحلاوه دي؟ ده هيتحط في الفرن كده خلاص. دي برضو هجيبها كده. خلاص اهو، وايه وهيتحط في الفرن برضه. ماشي، اوكي. ده هيتحط في الفرن، ده هيتحط في الفرن. نطلع فاصل بقى، نطلع فاصل نرجع تاني. لما نرجع هظبط الملوخيه وهنعمل السمسميه، خليكم معايا. رجعنا تاني بعد الفاصل. الطواجن في الفرن اهو زي ما انتم شايفين، الرز اهو هحط عليه بقى اللبن والكريمه اهو، حبه ميه مغليه، شايفين عامل ازاي؟ ولسه بقى البط هفصفصه كده واحطه.
انها سعاده، والواحد بيعمل الحاجات دي بيحس بسعاده فظيعه. ده انا هعمله على النار على فكره، انا مش هدخله جوه. هتاكلوا فتة رز معمر بالملوخية والبط فظيعة. اللي حابب بقى يحط فيها شوية عيش مقرمش يحط، بس انا مرضتش احط لحسن. ايه تقولوا لي ايه ده؟ بس هي كمان معاها شوية عيش بلدي محمص بالثوم، حلو برده بس مش كتير يعني، حبة صغيرين وبيبقى خطير يعني، جربوها. بصوا هسيب شويه بس كده، ايه هخترع لهم اختراع كده حلو ده، فعايزه اسيب شويه على ايه فوق الوش. خلاص نسيب دي كده بقى على جنب هنا كده. اوكي اول ما تغلي بس ادوقها اشوف ناقصه ملح ناقصه حاجه ولا لا. هغطيها كده اهو. نبص على البط اخباره ايه. تمام قوي، عايزاه يستوي على الاخر. شايفين الحبه دول مش المرقه اللي نازله دي مش هيترموا. اول مره احط في البطه دلوقتي السمنه البلدي مع حبه ثوم كده جوه السمنه، ونغطي. يمكن بقى ايه رشه فلفل اسود، رشه جوز الطيب، رشه ملح، رشة كزبرة. مكعب ملعقة. خلاص وغطي. هعمل ايه بقى دلوقتي؟ هعمل السمسمية. السمسمية هجيبها متحمصة او اجيبها نية وانا اقعد احمص فيها. سمسمية مقاديرها بالظبط زي ما هو مكتوب كده، عشان بس ايه ما يحصلش غلط في المقادير وتيجوا تقولوا لي غدا احنا عملناه وباظت. فخلوا بالكم المقادير دي كويس قوي. كيلو سمسم محمص، كيلو سمسم محمص لو احنا جايبينه ني نقعد نحمصه كويس قوي، ربع كيلو عسل جلوكوز، ربع كيلو سكر، تلتين مية، تلتين كوباية مية، نفس كوباية السكر هي اللي بقيس بيها الميه، نص ليمونه معصوره، وميه ورد بالذات دي للناس اللي بتحب الحاجه اللي فيها طعم الورد شويه. يلا بينا احط السكر، الميه، حاضر، العسل على النار بقى. طب نيجي على النار. انا حلوه دلوقتي. نيجي على النار اهو، هفتح النار اهو دلوقتي. نخلي بالنا كويس قوي، مشكله ان هو بياخد وقت، واللي كنت احطها على النار عشان انا اتلهيت عنه وقعدت اعمل الرز صراحه اتحروق، فهعمله من اول وجديد ان شاء الله نلحق. ماشي اهو، نخلي بالنا بس عليه يعني، ركزوا انتوا معايا. هيا يا احمد قول لي كده. طيب الثوم هنا اهو مع معلقه السمنه البلدي عشان يتحمر، والكزبره للملوخيه اهو، نشيل دول كده.
عشان نلحق نعملها. هبص على الرز، بفكر اصلا اجيب ده كده احط الرز مكان البط، لان البط اصلا تقريبا استوى، بس عايزاه يبقى دايب خالص، فهسيبه كمان شويه. بصوا عايزاه بقى شويه هنا الناحيه دي. ثوم، سمنه، كزبره اهي. هجيب طبق كده كبير احط فيه نص كميه السمسميه دي. واشوف معانا نجلاء. ايوه يا نجلاء. ايوه. الو. ايوه يا نوجه. ازاي حبيبك؟ ازيك، انت كلمتيني من اول امبارح صح؟ اصل اسم نجلاء والصوت صغير عرفت على طول ان انت. اخبارك ايه؟ الحمد لله كويسه. ايه داخل المدرسه خلاص الاسبوع الجاي؟ طب عايزه تساليني على ايه؟ قولي لي بقى بتحبي ايه من الاول؟ بتحبي ايه من حلاوه المولد؟ السودانيه. السودانيه اكتر حاجه بتحبيها؟ اه. طب والقرص الابيض ده اللي جواه حمص بتحبيه ولا لا؟ عشان ده حرام على طول مظلوم بحسب حلاوه المولد. ايه بتحبيه؟ انت بتسمعيني من التلفزيون صح يا نوجه؟ صح. انا بالذات حلاوه المود ما كنتش بحبها قوي، دلوقتي بقيت لا، في حاجات صراحه احبها جدا جدا، زي في القشطه اللوز دي بحبها قوي قوي، كنت الاول ما اكلهاش. اللذيذه بقيت احبها مؤخرا. الفستقيه بحبها بس مش بحب اكل منها كتير قوي. والملبن الاحمر بالبندق بموت فيه برضه، بموت فيه بجد، مع اني مش من هواة الملبن قوي. طيب بصوا بقى الكزبره اللي بالثوم والسمنه بحط معلقه كده الاول خلاص، وبعدين بحط بقى الملوخيه عشان تستوي. اقل من 5 دقايق، احنا ممكن نطلع فاصل على فكره. عقبال ما نرجع من الفاصل هتكون الملوخيه استوت. هحط الطماطم برضو تتشوح مع البط والتقليه، عشان هي دي التقليه اللي هحطها عليها. ماشي نطلع فاصل نرجع تاني. رجعنا دلوقتي، الملوخيه لسه هي ما استوتش ولا حاجه، بس نخلي بالنا دايما بقول الملوخيه ما بتتغليش، لو اتغلت هتسقط، هتبقى ليه فيها لونين كده. ماشي فنخلي بالنا، هي حتى دي تقيله شويه، اول بس ما احس ان هي سخنت هحط لها حبه ميه مغليه. نبص كده على الرز اخباره ايه. طب نسيبه برده شويه، انا مش عارفه كله بسيبه شويه. نجيب ميه الورد ونص الليمونه نحطها على عسل الجلوكوز، ولسه قدامه شويه كمان. ماشي يعني اخر حاجه هتتعمل خالص، مهمه قوي عصره الليمونه دي، بعد لما يبتدي يعمل البابلز اللي انتوا شايفينه ده نقوم حاطين الليمون. عايزه ابص على البطه كده اخبارها ايه دي. مين؟
لا ليه استوت؟ لسه قدامها 5 دقايق. طبعا استوت. صباح الخير. صباح الخير. يلا بينا. طيب ابتدي بقى هنا الرز، احط له القشطه. انا ما حطيتش في الرز المعمر هنا القشطه. بصوا حته كمان. حسيت ان اللي في الفرن مش محتاج ان انا احط له على الوش على فكره، هتشوفوه دلوقتي. الله الله الله، خلاص قربت، قرب كله قرب، بس ايه مش عارفه امتى هقول لكم. يلا نغرف. نقول المقادير بقى بسرعه تاني دلوقتي عشان اللي ايه. بصوا بقى انا عملت ايه هنا. شوحت الرز مع سمنه بلدي كويس قوي، وحطيت معاه ملح وفلفل ورشه جوز الطيب. اتشوح تمام تمام تمام. رحت حاطه عليه على طول، دول 2 كوباية رز، رحت حاطه عليهم على طول 2 مرقة بط. خلاص عشان الرز يتشرب كله بمرقه البط، بيبقى تيستي جدا وطعمه حلو قوي. طيب اول ما تشرب وحسيت مرقه البط غليت وابتدت خلاص ان هي ما تظهرش تبخر من الرز، رحت حاطه 2 كوباية لبن، 2 كوباية كريمه. مفيش كريمه، هنحط 2 لبن. وحطيت القشطه اهو دلوقتي، ما انساش الملح والفلفل، وانا كنت حاطه اصلا 2 مكعبات من مرقه الفراخ، ودي اختياريه. وان شاء الله ايه هيكون السواد الرز المعمر اللي على البوتاجاز. بصوا بقى اللي هنا اللي في الفرن خلاص برده قرب اهو، يعني قدامه دقايق واطلعه اهو. شايفين شكله عامل ازاي؟ ما حطيتش عليه قشطه على فكره فوق الوش، حسيت انه هيبقى تقيل قوي، فهو تمام كده. عملته بنفس الطريقه بس جواه فصصت البط طبعا هنا وهنا، وحطيته هنا في الفرن في طاجن. احنا الطريقه دي اللي احنا معتادين عليها، يعني دي الجديده، دي الفته الرز المعمر دي بتاعت النهارده الجديده علينا شويه. ماشي. طيب تعالوا بقى نعمل، عايزه اعمل، عايزه اقول لكم ان انا عايزه اعمل دي ده. هنعمل ايه هنا؟ عايز عيون تانية. هجيب هنا فصوص البط دي، هحطها هنا. اوكي، مع معلقة صغيرة من الثوم والكزبرة، ودي خلاص هحط عليها الطماطم واسيبها ايه تتسبك. ماشي. خلاص نشيل ده كمان، ونشيل المعلقه دي، نسيب الطماطم كده. هحط على الطماطم هنا بس شويه ملح. ماشي. نبص على الملوخيه اهو، تمام. فاضل بس احط لها 1/2 كوباية ميه، ميه مغليه، لان اوريدي حاطه طبعا 2 مكعبات المرق. البط عشان اضمن ان هو هيبقى دايب جدا اهو، شويه كمان. وهنا خلاص. انا عايزه بس طاجن للملوخيه عشان مش كلها هحطها للفته، طاجن فخار الحلو ده اللي انا اهو. خلاص خلاص مش عايزه، لقيته. العسل لسه، يعني لو سمحت ما تكسفنيش لو سمحت. والله ممكن بكره نزود يا احمد على المنيو بتاعنا، زودولي وصفه لل النهارده هنعمل السمسميه، نعمل بكره حاجه كمان، هفكر لكم في حاجه. ماشي. اوكي. اشوف بس ناقصه ايه.
خلي بالك حطينا التقليه في النص ولسه الباقي. ناقصه ملح. لا وعايزه ثواني على النار كمان. انا قدامي قد ايه وتقولوا لي يلا. ها طيب هطلع الرز ده من خلاص. اهو بصوا عامل ازاي، رهيب رهيب رهيب. وعلى فكرة استوى جدا، لان انا اصلا كنت حاطة الرز يتحمر يعني يغلي غلوة الاول على البوتاجاز، لكن احنا ممكن في البيت بنعمله ني في ني ومحطينه فبيقعد وقت اطول. خطير خطير خطير، استمتعوا بالوصفة دي عشان هتتبسطوا بيها قوي. طيب الملوخية لسه شوية، البط خلاص كده، معانا هند. ايوه يا هند. ازي حضرتك، انا بحب حضرتك جدا. ازيك يا هنود؟ بتفرج على برنامج كل يوم. يا حبيبه قلبي انت عامله ايه؟ الحمد لله. داخله المدرسه الاسبوع الجاي ان شاء الله؟ اه ان شاء الله. حاسه بايه؟ مبسوطه انك داخله المدرسه ولا عايزه تفضلي في الاجازه؟ عايزه اسافر. بجد؟ اه. ليه؟ المدرسه فيها حاجات حلوه، فيها حصص رسم والبي اي والحفلات لا المذاكره حلوه. لا اتبسطي، حاولي انك تدخلي المدرسه وانت مبسوطه. ماشي؟ ماشي ماشي. عايزه تساليني على ايه؟ طب قولي لي. لا كنت عايزه اسلم بس على حبيبتي، انا بحب حبيبتي. يا روح قلبي، كل سنه وانت طيبه يا حبيبتي. بتحبي ايه من حلاوه المولد قبل ما تقفلي معايا؟ السمسميه. السمسميه اللي انا بعملها اهي النهارده. ماشي ان شاء الله تعجبك. ماشي. طيب العسل الجلوكوز لسه قدامه ثواني كمان. لسه ما انا لو ما لحقتش ممكن اجلها. عايز اقول لكم عايز لسه شويه كمان، احنا دقيقتين انا مفيش حاجه لسه. النهارده الهوا لسه على البوتاجاز، النهارده الاكل لسه على البوتاجاز. طب نعمل ايه؟ تقريبا عمرها ما حصلت من ساعه ما ابتديت في سفره ان الاكل زي. بس والله اهو البط استوى على فكره، اهي استوت وبقت تحفه اهي. بس انا عايزه اغطيها عشان بس عايزه احطها على بصوا الصدور بقت صغننه ازاي بعد ما كشت. الرز المعمر استوى اهو وحلو قوي على فكره. ده كمان استوى، ده كمان استوى. فاضل الملوخيه خلاص، فاضل لها دقيقتين. الباقي ده بقى لسه عشان ده هيتحط له معلقه الخل. الفته بقى. اوكي. نقلب. ما انا هقول لهم بس. لا ان شاء الله ان شاء الله نحاول. طيب بصوا بقى هحط هنا معلقه من الملوخيه اهو زي ما انتم شايفين كده. ماشي معلقه اهي خلاص، وهخليها ايه تكمل بس ايه لحد ما احط لها التقليه. وهجيب الرز المعمر اهو. نحط عسل الجلوكوز هنا ان شاء الله يلحق كده هنا. يلا اتفرجوا على الرز بقى.
زودت شويه الملوخيه ممكن ايه، انا عايزه بس ايه تبقى يا دوبك كده اهي. خلاص يلا الرز المعمر هيتحط كده. ممكن تستغربوها بس عايزه اقول لكم طعمها فظيع فظيع بجد، حلوه قوي قوي قوي، بتبقى حاجه لذيذه قوي في العزومات وهتتعمل بطريقه شيك جدا وهتبقى شكلها حلو قوي كمان اهي. دي تحفه، ده انا ممكن اكل ملوخيه كل يوم. طيب حاضر، احط بقى هنا الملوخيه اللي خلصت. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. الله 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 الله، نحطها هنا كده تمام. طيب هنحط الخل على الطماطم هنا اهو. فين الخل راح اهي؟ واسيبه يغلي شويه مع رشه ملح. البط كده خلاص، كده اهو بط بطماطم بكزبره. هجيب صدور البط احطها كده كده. ايه رايكم؟ شايفين شايفين الحلاوه؟ طبعا ده ما بيترميش، تعتبر مرقه يعني. ماشي حاضر، خلاص 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 احنا بنخلص. يلا كده خلاص هنا كده، وكده نكون ايه. والله عملنا النهارده الوصفات بسرعه بسرعه بسرعة كمان. يلا بينا، فتت الرز المعمر بالبط، الملوخية، الرز المعمر اللي في الفرن، فاضل ايه بقى؟ فاضل خلي دي كده، فاضل بص الجلوكوز لسه قدامه شوية كمان، قدامه مثلا يعني نبص عليه كده قدامه خمس دقايق كمان. طب احنا هنعمل ايه بعد لما يبقى خمس دقايق كمان من دلوقتي؟ ما ينفعش نستنى خمس دقايق كمان، صعب. طب اوكي، طيب بصوا هو قرب خالص خالص قرب. نحضر حاجتنا عشان اوريكم، حتى وانا بعملكم باي باي تشوفوا الخطوات. اول ما العسل الجلوكوز يبتدي بس لونه يبقى ماشي، ترى ده حلو قوي، يبقى لونه بني فاتح شويه، هحط السمسم المحمص واقوم فرداه هنا على السيليكون او على اي رخامه لحد ما يجمد. على فكره ده انا عاملاه في المطبخ هنا النهارده، بصوا يعني دي انا عاملاها، مش جايباها من بره. خطيره خطيره اهي، حلوه قوي. هحاول بكره اعمل لكم اول حاجه الفوليه. طعمها حلو قوي هي. خلاص اهو قدامنا دقيقه.
نشوف البط اللي استاذ شريف قال لي اكيد ما بصوا دي البط على فكره اهي اهي نشوف كده بالسكينه بالسكينه بص بقى انها دايبه خالص شايف شايفين استوت الله على جمالها بس انا بحب الوراك اكتر البط ده برضو وانا صغيره ما كنتش باكله خالص اهو الجلوكوز خلص خلاص اهو يلا بسرعه 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 اهو بسرعه ونفرد بقى على السيليكون ونخلي بالكم اللسعه بتاعتها تعورتها جامده قوي يبقى معاكم كريم الحروق كده وانتوا بتعملوها عشان اللسعه وحشه قوي نفرد بسرعه جدا اجيب بس المعلقه بسرعه ماشي نفردها بسرعه جدا جدا ونسيبها 5 دقايق بكتير هتنشف وتبقى خطيره نحط عليها الكيس ونقطع ونقفلها ماشي انا هفردها بقى يلا باي باي اشوفكم بكره على خير